أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دجلو حميتي أن أهم أولويات حكومة الكفاءات المقبلة تتمثل في خدمة المواطنين التي تشكل الصحة والتعليم والطرق ومعاش الناس. وأكد حميتي في خطاب جماهيري بمنطقة الحاج يوسف بولاية الخرطوم أهمية إقامة دولة القانون ومحاسبة المفسدين. وكشف نائب رئيس المجلس العسكري عن إيداع المبالغ التي منحتها السعودية والإمارات لخزينة البنك السوداني المركزي. أن إحنا يا إخواننا إن شاء الله حنخط النقاط في الحروف ونبدأ مع الحكومة الجاية أولوية الجماهير، أولوية للجماهير. المطلوب شنو؟ معاش الناس، علاج الناس، تعليم الناس، صحة الناس، البنية التحتية، المدارس، الطرق. ده المهم الآن إن شاء الله. أي قرش حيمشي في محله. وبعدين يا أخواننا نحن برضو من الآن ما وصلنا 3 شهور نحن أي حاجة مشت بنك السودان يا أخواننا. نحن يا أخواننا إن شاء الله حنخط النقاط في الحروف ونبدأ مع الحكومة الجاية أولوية الجماهير.